24 نيسان ذكرى أليمة لتاريخ شهد عبر الزمن، وثق لجرائم العثمانيين يلي ارتكبوا عدة مجازر بحق شعوب المنطقة، ومنها جرائم الإبادة الأرمنية وأعدام وجهاء وأعياء الشعب الأرمني من مختلف المناطق الخاضعة لاحتلاله. جرائم الإبادة ضد الأرمن بدأت في الدولة العثمانية وبدأت بارتكابها منذ عام 1894-1896، ولتسليط الضوء أكثر على هذا الإرهاب يلي ما زال مستمر إلى يومنا هذا على أيدي نفس المجرمين، صبحنا غير مع الباحث في الشؤون التركية الدكتور سركيس برونزسياني. سعد صباحك دكتور. أسعد الله صباحكم وصباح السادة المشاهدين. أهلا وسهلا فيك دكتور. فيكم أسعد. دكتور، رح نرجع لعام 1915 وما قبل هذا التاريخ، يعني الإبادة الكبرى يلي حصلت على أيدي العثمانيين، كيف حصلت هالمجزرة والإبادة وكان شو أسبابها؟ حقيقة أن عندما نتكلم عن الإبادة الأرمنية نتكلم عن سلسلة من الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني. هذه جرائم بدأت بعام 1894 وعام 1896 في المرحلة الحميدية، وهذه المجازر تعرف باسم المجازر الحميدية. والآن وفي هذه المرحلة يتفق معظم الباحثين أن نتكلم عن مجازر ولا نتكلم عن إبادة، لأن قانونيا يوجد فرق كبير بين هذين المصطلحين. مصطلح المجازر في اللغة الإنجليزية massacres، ومصطلح الإبادة genocide، وجينوسايد تعني جريمة قتل جنس بشري، إبادة جنس بكامله. بمرحلة لاحقة بعام 1908 أيضا جرت مجازر أضنة، لكن في عام 1915 الحدث كان مختلفا جدا، فلقد تم إبادة 1.5 مليون أرمني. وعندما نقول عن نتحدث عن الإبادة نتحدث عن مخطط ومنهج وضع سلفا لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، ويتجلى هذا المخطط من خلال القضاء على النخبة الأرمنية، الصفوة الأرمنية. في هذا اليوم بالذات يوم 24 نيسان اعتقل اكثر من 250 ألف مفكر وعالم واعضاء مجلس مبعوثان العثماني اعتقلوا في اسطنبول وأبيدو. والغاية الأولى كان من وراء ذلك هو القضاء على الصفوة الفكرية، أي القضاء على العقل أو على الدماغ المجتمع الأرمني. وفي مرحلة لاحقة تم إفناء أكثر من 1.5 مليون بعد أن تم القضاء على الفكر والرأس. كان من السهل جدا أن يبيدوا الآخرين وأن ينفوا إلى الصحراء السورية تحديدا والصحراء العراقية، وتم القضاء على أكثر من 1.5 مليون. وعندما نتحدث عن الإبادة، النظرة النبطية عن هذه الإبادة بأنها كانت عبارة عن قتل للبشر، والحقيقة أن الإبادة الأرمنية لها فرادة معينة تختلف عن الإبادات الأخرى. هذه الفرادة بأن خسارة الأرمن لم تكن خسارة شعب فقط، وإنما كانت خسارة مزدوجة. لقد خسر الشعب الأرمني أفراده خسارة بشرية، ولكن كان رافقتها خسارتان آخرتان أو إبادتان آخرتان، وهي الإبادة الاقتصادية والإبادة فكري. الثقافية والحضارية كمان. تماما. فلقد تم إفناء أكثر كل الصروح الأرمنية التي تتعلق بالثقافة الأرمنية التي كانت موجودة في الأمبراطورية العثمانية أنذاك أو في أرمينيا. لقد تم القضاء على أكثر من 2000 كنيسة، ولقد تم القضاء أو مصادرة أو إفناء أكثر من 100 مؤسسة تعليمية. القيم الفكرية، التراث المادي الأرمني تم إفناؤه كاملا، والتراث اللامادي تم القضاء عليه بأكثر من نسبة 80%، لأن لم يتبقى للأرمن الناجون إلا ناحيتان فقط، الذاكرة واللغة. أما العادات والأغاني والتقاليد هذا التراث اللامادي الشعب الأرمني خسر القسم الأعظم منه، ولم يتبقى منه من هذا التراث إلا شيء من الذاكرة والحزن واللغة التي هي الحصن الأخير
للثقافة الأرمنية. لكن اليوم قديش كمان عم نشوف الأرمن عم يحاولوا أنهم يعيدوا هي الثقافة، يقدروا يحافظوا ولو على جزء من هي الحضارة. يعني يمكن الشباب الصغير هلأ على حكي الأجداد مثل ما قلت أنت على الذاكرة، يعني هن على ذاكرة الأجداد بيحكوا لهم عن أغانيهم، عن اللبس، عن الحضارة، عن الثقافة. اليوم هن كيف بيقدروا يرجعوا يحيوها؟ الحقيقة أن المؤسسات الثقافية الأرمنية، الجمعيات الثقافية الأرمنية تعمل في هذا المحل، في هذا المجال، تسعى إلى الحفاظ على الإرث الثقافي للأجداد. طبعا أتكلم هنا عن الإرث اللامادي، من خلال إحياء أو إعادة إحياء العادات القديمة، من خلال إعادة إحياء الأدب الأرمني. والأدب الأرمني اليوم يوجد فيه جناح كامل يعرف بالمرحلة ما بعد الإبادة. والآن نحن في مرحلة جديدة في هذا الأدب، وأنا أقول عن هذه المرحلة هي على مرحلة ما بعد تقديس شهداء الإبادة الأرمنية. فالمفهوم عن هذا اليوم قد اختلف حتى في الأدب الأرمني. سابقا كان هذا اليوم هو يوم حزن ومأساة، ويوم خاص لشعائر الحزن والصلوات. الآن اختلف المفهوم، لم يعد ذلك المفهوم القديم، مفهوم الحزن والبكاء على الماضي موجودا. نحن اليوم تغير المفهوم كثير، نحن اليوم أحفاد، أبناء وأحفاد الشهداء القديسين. النظرة النمطية أيضا تغيرت في الأدب الأرمني في هذا المجال. لا يوجد شك بأن هناك مساعي حقيقية وجادة من خلال الجمعيات الثقافية، من خلال الصحف، من خلال المؤلفين، الموسيقيين، النحاتين، الرسامين، إننا نعيش نهضة ثقافية جديدة بالرغم من الخسارة الهائلة التي تكبدتها الثقافة الأرمنية وتكبدها الشعب الأرمني. لكن الأرمن بطريقة أو بأخرى، أتذكر هنا قول السيدة الفاضلة لأستاذة الأدب في جامعة دمشق، أختنا الأستاذة الدكتورة منى الياس، عندما شبهت الأرمن بطائر الفينيق. نحن نعرف أن طائر الفينيق ينغرس في الأرض، لكن في لحظة معينة ينطلق انطلاقة إلى الأعلى ثم الأعلى ثم الأعلى. فالأرمن يشبهون بطريقة أو بأخرى طائر الفينيق الذي يحيي نفسه مرة ومرات. نعم، يعني أكيد تحية كتير كبيرة للشعب الأرمني اليوم يلي عم يحاول ويسعى دائما أنه يكون الأمل هو عنوانه، ودائما عم يسعى لحتى يحافظ على إرثه وتاريخه ولغته أيضا. دكتور سركيس، يعني ما فينا نذكر الإبادة الأرمنية والجرائم يلي ارتكبت بحق الأرمن وما نستذكر اليوم ونشبه أمس باليوم، يعني نفس الإجرام على أيدي الجرائم الإرهابية وقتل أيضا للحضارة والتاريخ والثقافة. طبعا ما أشبه الأمس باليوم. ولماذا هذا السؤال الذي يطرح نفسه اليوم؟ لماذا تتكرر هذه الإبادات؟ لماذا يتكرر هذا الإجرام؟ الجواب صريح وواضح، لأن مرتكبي الجريمة أو لأن مرتكبي جريمة الإبادة الأرمنية لم يحاسبوا أمام القانون، وخاصة أمام القانون الدولي. عندما نقول اليوم بأن المجرمون الأتراك أو مجرمو جمعية الاتحاد والترقي وورثتهم يجب أن يحاسبوا بموجب القانون منع إبادة الأجناس البشرية الصادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 9 كانون أول 1948. عندما نصر على هذا الكلام، لماذا نصر على هذا الكلام؟ لأن المجرم عندما لا يحاسب يتجرأ المجرمون الآخرون ويتجرأ ورثة المجرمون على إعادة هذه الجرائم. لو حوسب المجرمون الحقيقيون آنذاك أول يوم، لما تجرأ الآخرون على تكرار هذه الجرائم؟ لما تجرأ البعض على إبادة الأوابد الثقافية الإنسانية التي تعود للإنسانية جمعاء؟ لما تجرأ شخص بيوم من الأيام أن يفجر تماثيل بوذا في مكان ما؟ لما تجرأ الغرب
وخاصة الغرب الأمريكي على إبادة الأوابد الأثرية الحضارية الموجودة في وادي الرافدين في العراق. لما تجرأ شخص ما على تفجير وإبادة الآثار السورية في قلعة سمعان وفي تدمر؟ ولما تجرأ ولو حوكموا وأدين أولئك المجرمون، لما تجرأ بيوم الأيامات شخص على ارتكاب الإبادة في كمبوديا؟ لما تجرأ أرييل شارون وأمثاله على ارتكاب الإبادة في صبرا وشاتيرا؟ لما تجرأ شخص كاميلوزوفيتش على ارتكاب مجزرة سيرينيتشا؟ إذن نحن عندما نتكلم عن جريمة الإبادة الأرمنية لا نتكلم بصفة أو بدافع ذاتي، وإنما ننطلق من انطلاق وإنما ننطلق من مفهوم إنساني شمولي. فلو أن كل دولة عندما ستختلف مع فئة أو مع مكون من مكوناتها وستبيد هذه الفئة، فهذه الطامة الكبرى. لذا نحن نصر بعد 100 عام وعامين على محاسبة المجرمين وعلى إدانتهم وأن ينالوا جزاؤهم وفقا للعدالة الدولية، وليس وفقا للأهواء السياسية أو للمطامع والأرباح السياسية. بكل عام يعني عم تحضروا فعاليات يمكن لحتى تطالبوا بهذا الحق كأرمن وهذا الحق الإنساني اللي يمكن عم ترفعوا شعار مثل ما ذكرت حضرتك لحتى يتحاسب كل مجرم. هل من فعاليات هاي العام رح تنظم لهذا الموضوع وممكن أنه يوصل صوته وصداها عالميا؟ أكيد الفعاليات تتم على مستوى سوريا وعلى مستوى دمشق. الفعاليات قائمة، بدأت هذه الفعاليات من خلال ندوة علمية أقيمت في جامعة دمشق وتحديدا في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات، والندوة كانت عبارة عن ندوة لها طابع أكاديمي. كان موضوع الندوة هو العثمانيون خلال قرن، وتوجد العديد من الفعاليات التي تحيي هذه المناسبة. والقاسم المشترك الأعظم بين هذه الفعاليات كلها هو إدانة إبادة والإصرار على نقطتين اثنتين، هما أنا أتذكر وأنا أطالب. نحن لا نكتفي بأن نتذكر ونحيي الذكرى، وإنما نطالب. ما هي طلباتنا الآن؟ الطلب في سوريا كان صريحا وجدا وواضحا. نحن كلنا أمل بأن سوريا، طبعا سوريا كشعب تعرف هذه الإبادة، لأن الشعب السوري هو الشاهد الأكبر والدائم لهذه الجريمة الإبادية. ولكننا كلنا أمل بأن يأخذ هذا الموضوع حقه من الناحية القانونية التشريعية. كلنا أمل بأن تدان هذه الجريمة على مستوى التشريعي على مستوى الدولة. كلنا بأمل بأن مجلس الشعب السوري ربما في مرحلة لاحقة سيدين هذه الجريمة، وربما تأخذ ضمن نطاق مشروع قانون يدين جريمة الإبادة ويمنع تكرارها ويستنكرها. كلنا أمل بأن هذا المطلب الحق من الناحية السورية ومن الناحية الإنسانية أن يأخذ مجراه ضمن مؤسساتنا التشريعية. يعني إن شاء الله كل المطالب يمكن اللي بتطالبوا فيها وكانت من حقوقكم كشعب أرمني أكيد تحصلوا عليها. نحن بدنا نشكرك كثير دكتور سركيس لوجودك معنا اليوم بهالذكرى الأليمة يلي أكيد هي نقطة انطلاق للأمل والحياة. أعيد وأعقب نقطة واحدة فقط، هذا حقنا بالدرجة الأولى. نعم. كسوريين، نحن سوريون بامتياز، وأنا أرى نفسي كطائر الفينيق، لي جناحان، جناح سوري وجناح أرمني. لا أستطيع أبدا أن أسير أو أن أحلق دون هذين الجناحين،
ولكن نصر بأن هذا الحق هو حق هو بالدرجة الأولى كناس من الناحية الإنسانية وكسوريين بالدرجة الأولى. هذا مطلب سوري ومطلب لكل سوري. شكرا كثير لك دكتور سركيس لوجودك معنا لليوم. شكرا لقناتكم الكبيرة الكريمة التي تتيح دوما لي الفرصة بأن أتكلم عن مشاكلنا وعن معاناتنا، وهي منبر، هذه القناة منبر لكل سوري حر. شكرا لكم وشكرا لسعادة المشاهدين. شكرا.